هدف الإعادات بصفة عامة في حدود 50%، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة إعادات من المتوقع نحو 1,400,000,000 جنيه لهذا العمل. أما أجي أترجم هذا الرقم وأقول يعني لماذا لا تأخذ وزارة الأوقاف على عاتقها مثلا أن هذا عامل مساجد وتبني مساجد، قصدي هعمل عامل مدارس تبني مدارس، عامل الوحدات الصحية وتبني عدد من الوحدات الصحية، يعني لماذا يعني لا يكون هناك تفكير؟ لماذا حتى لا تدعم البحث العلمي في الجامعات؟ يعني لماذا لا تدعم مستشفيات بعينها؟ يعني أعتقد أن هناك ترجمات ربما أكثر بروزا في الدور المجتمعي تطرأ على الذهن. شوف، لغاية العام قبل الماضي إلى العام قبل الماضي كان أنا عندما توليت الوزارة، عندما توليت بعد العام الأسود للجماعة السوداء الإرهابية، والسيد المراقب المالي موجود ويدرك ذلك وما زال موجود معنا، كان إجمالي ما هو في خزانة الوزارة إجمالي 90 مليون جنيه. ده من الإخوان؟ من مال الوقف. اه. من عائد الوقف 90 مليون. هل استبدل الإخوان على أوانه في الوزارة؟ يعني شوف، هم حاولوا يوظفوا كل شيء مما يخدم أغراض الجماعة، لكن ما وقع من أخطاء لم نقصر فيه، يعني إن كان من خطأ قد وقع أحيل إلى الجهات المختصة. وهنا القضايا، لكن هي القضية كيف تعظم الإيرادات وكيف تنميها وكيف تصرف الأمور في أماكنها. كان المبلغ الموجود عند تولي الوزارة تحديدا نحو 90 مليون. 90 مليون كانت لا تكفي مصروفات الوزاره 3 اشهر في الجهود الذاتيه. ليه؟ لان زي ما قلت لك جزء كبير من مستحقات الائمه من عماره المساجد، من انشطه، جزء كبير جدا من انشطه الوزاره قائم على عائد الوقف، فكان الاجمالي الموجود كام؟ 90 مليون وكان لا يكفي 3 اشهر. وكان بيحصل ايه؟ والناس تسمعني وتؤكد الكلام ده، قبل تولي الوزاره كنت تيجي عند شهر 2 قبل نهايه الموازنه ب4 شهور تلاقي خطباء المكافاه ما قبضوش، بدل القوافل، بدل الدروس، معظم البدلات خارج المرتب ما تتقبضش، لان مفيش فلوس تتقبض، لان دي كانت من الموارد الايه؟ الذاتيه. عند شهر 2 او 3، شهر 3 و4 و5 و6 4 شهور او 3 شهور على الاقل، ما يتقبضش فيهم اي حسابات ولا مكافئات ولا خطباء المكافاه يقبضوا ولا بتاع الكتاتيب يقبضوا ولا حد يقبض، مفيش فلوس. فكان اول نقطه عاملها، مش معقول هتروح تعمل مدارس او حاجه خارج وانت الناس اللي عندك مش واخدك كافيتها. فبدانا في اول مرحله ان احنا نعمل التوازن، والحمد لله على مدار 3 سنين اخر 3 يعني لم يترحل اي شيء الا اذا كان مثلا درس في اخر شهر 6، يعني امور اجرائيه، لكن كل مستحقات جميع العاملين بالوزاره لم تتاثر، لان الموارد تم ايه؟ ضبطها. يبقى اول خطوه بدانا بيها ان مستحقات الناس ما يحصلش فيها ايه؟ تاخير، سواء في الوزاره ام في الهيئه ام في الجهات التابعه لها. كويس. ده اول معادله نجحنا فيها. بعدين العام الماضي انا قلت لك كان المبلغ المخصص، طبعا انت عملت بدات بالفرض ثم انتقلنا الى النوافل، المبلغ اللي كان مخصص للبر الى 3 اعوام كان 20 مليون جنيه. العام الماضي رفعناه من 20 ل 150. السنه دي رفعناه من 150 لكام؟ ل 240. انا عندي 100 مليون بقول لك دي مجنبه لما تراه الدوله. تيجي بقى الدوله تقول لي 100 مليون دول نوجههم بس بايه؟ بما ينفع الناس ويحقق صالح الايه؟ المجتمع. صالح المجتمع. وان شاء الله باذن الله يبقى الاول وفينا باحتياجات الوزاره. 2، بدانا نشتغل عمل مجتمعي منظم. 3 نقطه، ان شاء الله مع تطوير الايرادات لن يكون الامر قصرا على مجلس الوكلاء فقط، وانما اللي بقول بيه واعد بيه اننا سننسق مع الدوله المصريه، وانا اؤمن بالدوله حتى النخاع بكل ما تعنيه كلمه الدوله، بما فيه مصلحه المجتمع، وسيلمس الناس، سيلمس الناس خلال عام 18 19 و19 20 اصرا بارزا للوقف في خدمه المجتمع.